نور، أولى محطاتنا اليوم رح تكون طبعا من عالم الأزهار والورود، واللي طبعا كان لمسة حلوة ضمن الاستوديو بشهر رمضان الكريم، وأفكار حلوة وسهلة لست البيت لتنسيق وتزيين الأزهار بطرق وأفكار مبدعة. أكيد معنا فراس الشعار منسق الأزهار. صباح الخير ورمضان كريم. رمضان كريم سيد. يعني نبلش من الصبح عم تزين. سيد صباحكم رمضان كريم لكم المشاهدين كل. هلا هو رمضان بهذا الوقت بيكون ست البيت اكيد عندها وقت كثير فراغ انها تقدر تعمل فيه شيء، فنحن حابين انه نعمل اي فكره تقدر تستفيد منها بهذا الشهر الفضيل، وانه تعمل شيء اذا كان عندها عزيمه الفطور او هي بتحب انه يكون بيتها مزين. فعم نعمل شيء الافكار اللي هلا موجوده، وطبعا على انواع الورد الموجوده بهذا الوقت اللي هو هلا الربيع موجود كل اصناف الورد اللي طبعا بتكون بالشتاء ما انا موجوده. هلا بزهر الورد بنشوف كل الالوان مزينه. هلا الوان الربيع اللي هي كل الالوان الزهر الفوشيا الموف الاوف وايت، هي الالوان اللي هي فعلا بتعطي خير وبتفرح انه تكون بهذا الشهر فكره غريبه بقلب البيت. طيب فراس، خلينا نبلش معك من البداية، شو محضر لنا شيء لليوم؟ شفناك انت عم تبلش تزين وتصف الورد. هلا هي اسهل شغلة لست البيت انه مثلا اذا عندها فانوس، عندها اي فكرة شيء بيشبه لرمضان، وكثير سهلة، اي قطعة خشبية اي شغلة فيها تحط، بس تستخدم الاسفنج اللي هو بينشك فيه الورد، فيها تحط الفانوس، فيها تحط اي شيء بينحط فيه شوكولا، بينحط فيه تمر او شيء، ويتنسق بطريقة معينة. هلا نحن عملنا فكرة كثير حلوة وسهلة كثير، اللي هي انه شيء ينحط بنص طاولة الافطار او بنص طاولة الحلو مثلا. هلا هون طبعا نحن عملنا اي نوع خضار فيها تاخذ، يمكن لو بيكون من البيت او بيكون من هلا بهذا الوقت برجع بقول لك انه موجود كل شيء. فهي بنعمل اول شيء بتاسس باي نوع خضار يكون حلو، ونحن عم نبلش انه نعمل الالوان الربيعيه. طبعا هلا هذا نوع الورد اللي هو اسمه استوميريا، حنجرب نعمل الالوان اللي هي المفرحه اللي هي اغلبها الزهر الفوشيا الابيض، اي لون حتى الاصفر حلو معه، حنشوف كيف. اي الوان ممكن انه تكون كارثه بهيك قصص؟ يعني بنشوف الوان كثير من الورود، وفي ناس ما بتعرف تنسق الوان الورد مع بعضها، فممكن ينتزع كل اكيد يمكن التزيين. خلينا نحكي شوي انه الالوان المناسبه، او هل لازم يكون نوع الورد واحد مثلا؟ هلا هو اذا كان نوع الورد واحد اكيد حلو. يعني بتكون نعمل السنتر بيس بطريقه انه نوع ورد واحد ولون واحد اكيد ارتب. بس هلا بنفس الوقت لانه نحن بربيع، حلوه تعملي شيء بس طبعا يكون متجانس، يكون الوانه مثل ما حكيتي انه متناسقه، يعني ما يكون في خليط الوان يضرب نوع الزهره واللون تبعها. يمكن السؤال الاكثر شيوعا فراس، بعد هذا العذاب كله والتنسيق، دائما ربه المنزل بتسال انه الورد اللي بيبقى قديش، يعني قديش بيبقى انه الورد اللي بيبقى اكثر عمره اطول. مزبوط. كيف فينا نحافظ عليه بطريقه فينا نستفاد منه اكبر فتره ممكنه؟ مزبوط. هلا بصراحه الاساس هي هي الاسفنجه، متى بس انسقت بطريقه صح فنوع الورد طبعا كمان بيفرق. ثاني شيء عندك انه بصراحه يكون الطقس مانه كثير شوب او دافي، يعني لازم يكون الطقس بقلب معتدل او بارد، يعني تكون مثلا هلا بهذا الوقت العالم بتكون عم تشغل الاي سي، عم يشغل هذا بيكون اعطينا طقس معتدل، فبيضاين الورد. فيها تدخل السفنجه طبعا ما انه الورد، لانه متى حطيت مي عليه متى ما انطفت الورده ونشكت ونحط عليها مي فبتسود. فيها انه تعطي نفس هي السفنجه اللي هو هذا تراب مضغوط بياخذ مي، فيها تبخها كل يوم، يعني اكثر هيك ما فيها تحافظ عليها. قديش بيقعد تقريبا؟ يعني اسبوع بهذا الوقت تقعد اسبوع، يعني اسبوع كله عزايم خليها تعمل. ايه فيها تغير كل يوم شوي، يعني فيها تعدل تسلى مثلا، تعدل فيها تحط شوكولا، كثير حلوه اذا بنحط شوكولا بقلبها، نحط فيها تمر، حتى فكره الهديه يمكن. فراس، خلينا نحكي شوية مثل ما حكيت نور، يعني كثير من الناس بيسالوا انه قد ايه بيقعد، او كيف فينا نعتني بالزريعه او بالورد اللي بيجينا. خلينا نحكي على الزريعات، لانه معظم الناس ما بيعرفوا كيف يعتنوا فيها،
بشوفوا اشياء بيضيفوا لها للتراب، بيجتهدوا بيجتهدوا انه بيعتقدوا انه ممكن تعيش اكثر او بغزة يعني التربه تبعيتها. فخلينا نحكي شوي كيف فيهم يعتنوا بالزريعات اللي عندهم. هلا احكي لك شغله، الزريعه هي عباره يعني اعتمادها على الطقس. يعني اليوم هي شيء حي، يعني وتكون الطقس كثير درجه حراره عاليه اكيد رح ينشف التراب تبعه وصار بده سقاي اكثر. اما اذا كان شتاء ورطبه تحطي لها مي فحكي اكيد رح تموت. يعني هي ما بدها كفايتها من المي. دائما الورده الورقه الصفر بس تكون صفرة هي بتكون قله مي. بس يصير فيها سواد على الداير تبع الورقه فهذا معناته انه ميتها كثير صارت. فلهيك يعتبر لازم انه حدا بده يسقي اي حوض ببيته بس يدس التراب تبعه. يعني هيك المثل انه هو التراب تبعه حيكون تورب مانو تراب عادي. فبيبين درجه رطوبته. فبهذا الوقت هو بيساعده، يعني بتلاقيه رطب ما بقى بدك تسقيه لانه كثر المي فبيصير بيعفن التراب تخرب النبته لانه في نباتات كثير عم تكون مميزه وثقيله. فطبعا صحيح. اكيد هذا هو شغلته مانا كثير صعبه بس خبرتها تكون موجوده بتعيش النبته وخاصه البامبو. اذا بتشوفي البامبو البامبو في بيوت بتلاقي طالع لفوق صحيح لانه جاي ضوء الشمس عليه بجوز محطوط بمكان رطوبته قويه فهو عم يسحب من الرطوبه بيطلع بتلاقي بغير اماكن مصفر. فهو الاهتمام يعني اهتمام بالاضافه يمكن الزهره او الزريعه اللي بتعيش اكثر وقت. خلينا نحكي بهالوقت تحديدا شو اكثر زهور اللي بتعيش اكثر فتره ممكن الزرايع ممكن تبقى عندنا فتره طويله. هلا في شيء موسمي وفي يعني اللي هو بشهر 4 5 6 7 اللي هو مثلا الارتاسيا اللي كانوا يحطوها بالبيوت بتعرفي القديمه هي الزهره الحلوه. عندك كان يعني الاصناف الفريزينيا كمان اللي ريحتها طيبه فهي مثلا هي اي موسميه بتقعد لها شهرين ثلاثه ماكسيموم بس هي منظرها كثير حلو بتجمل البيت. في شغلات ما انا موسميه هي بتعيش صيف شتاء اللي هي معروفين اليوغا الاروكاريا الكانتيا اكثر من شغله بس هدول بدهم كثير حساسين وبدهم كثير اهتمام ويكون صالون كبير يكون الشمس جايه عليه وهج الشمس جاي عليه. لهيك ما كثير اذا حسب مساحه البيت حسب شو المكان فانت بتختاري نوع النبته اللي بدك اياها. كمان هيك كمان كثير مهمه فراس. يعني مثل ما قلنا انه كانت عندك لمسات حلوه بالاستوديو حتى تزين لنا اياه بشهر رمضان. فكره الفوانيس مع الازهار وتناسق الالوان يعني بين الابيض والزهري خلينا نقول اول شيء كيف ممكن انه اي استوديو او اي بيت او اي ديكور ممكن ينعمل بهي الطريقه وشو لازم يتاخذ بعين الاعتبار الوان الفرش الوان الاستوديو كيف ممكن يعني ياخذوا افكار العالم اذا حابين يغيروا بديكور البيت. هلا بصراحه نحن هون استخدمنا فكره النخله اللي هي بترمز ترمز لرمضان للخير والتمر فنحن عملنا اخترعنا نخله اختراع يعني نحن عملنا من شيء انه شكل نخله من مميزه بالضوء اللي فيها فيك تحطي فكره اللمبات هذول كمان كثير غريبه الليد نازل من الاضاءه فبيرجع لوقت انه حسب المكان يعني فيك تعملي اذا كان ما بعرف اذا حدا بيقدر يعمل انه فكره نخله بقلب بيت هي بصراحه شوي صعبه. الاستوديو اكيد حلوه بس في افكار بالبيت تنعمل مثل ما قلت لك انه فيها تحط اذا كان في طول الشهر رح يكون في شوكولا وتمر بعد ما تحطهم بجالدينيره عاديه او شيء بتنحط تتزين بهي الطريقه اللي نحن عم نزينها. فيها تتزين كل يوم بشيء وشيء ما يكون يعني انه يكون مكلف بس هو يكون جميل وحلو. وهذا الوقت هو وقت الورد يعني هذا الشهر كثير عم يعطي انواع ورد كثير غريبه وكلها على الفكره صارت انتاجنا. يعني كنا نحن نتعذب بفكره انه نحن ما عندنا ورد كان نهائيا ووصلنا لمرحله انه كثير كان الورد قليل بس هلا اجتهدوا واشتغلوا هي الشتويه وطلع يعني هي الاصناف كنا نجيبها كلها من برا صارت كلها انتاج عندنا. يعني هي شغله كثير منيحه ومهمه وكثير بنشجعهم انه يرجعوا يشتغلوا انه عن جد كثير كنا نتعذب بقصه الورد. في يمكن توفير مادي كمان طبعاً بالنسبه لكم افضل توفير مادي وحتى الكواليتي اللي عم يطلع عنا صدقيني احسن من اهم من برا لانه الارض عنا طيبه وخصبه وفعلا انسى اهم من برا عم تطلع. وعندك شغله انه انت ما عم يعني بتجي فريش اكثر. اليوم الورده بتجي من اكوادور بتجي من كينيا بتجي من هولندا على طيران لتوصل لعندك لتوصل
فهي اكيد عمرها رح اكثر. طيب بالختام خلينا نحكي الشكل النهائي للمشاهدين. هلا نحن تقريبا هيك هي بدها تكون كلها، بس فيها تنعمل هون شوكولا، فينا نخليها انه بس مثلا ينعمل شوكولا، وهي الزاوية ينعمل اي نوع ضيافه ممكن كمان بالنص تكون فيها بالنص او فيها مثل ما عم لك نحط نعمل مثل هذا السعف النخيل، نحط فيه شوكولا هون، نحط فيه أمر الدين هون، نحط فيه أشلميش، نحط فيه مكسرات، يعني أي شيء بدك تحطي فيه عشان إنه توفري بحجمها، نفس الوقت يكونوا أي شيء بدك أنت تضيفيه يكون محطوط بشيء بصحن عادي أو شيء لا محطوط بتنسيقة كثير حلوة، فأي شيء بدك تحطيه بنحط بنعمل هون. هي تقريبا الشكل النهائي. كثير افكار حلوه ان شاء الله. ايام المشاهدين وايامك كلها زهور وورود وتفاؤل، اعطتنا هيك تفاؤل وطاقه ايجابيه من الصبح مع الالوان مع هي الالوان. طبعا فيها طبخ، هذا هو بس ملمع زيت طبعا طبيعي ما انه مؤذي ابدا، بس ما بينبخ على الورد. هي تقريبا لمس فيها ينضاف اي لمسه هيك مثلا، كمان شغله كثير حلوه، يعني في قصص فيها تعملها اي حدا بيقدر يعملها، حركه بسيطه بتغير الديكور بتجمل هيك تقريبا خالصه. شكرا كثير لك يا فراس على كل الافكار اللي اعطيتنا اياها بالاضافه لتزيين استوديو صباحنا غير. ان شاء الله هيك بكل مناسبه بتكون معنا. ان شاء الله ونحن نتشرف فيكم يا رب، وكل عام بخير، رمضان كريم، ينعاد عليك بالخير منصه زهور. فراس شعرنا نشكرك على وجودك معنا اليوم وعلى اللمسه الجميله اللي اضفيتها لصباحنا ورمضان غير. شكرا كثير وعزوكم كثير.